يعني حواديت وذكريات، عايزه حلقات. بس خلينا نروح لماتش بكره، الناس برضو من الماتشات اللي شايله همها، خصوصا طبعا. في ظل الغيابات. الاهلي غايب عنه تقريبا فرقه كامله، زي ما قلت الجمهور السادسه قبل في بدايه الحلقه، يعني الى حد ما متوقع، مش هقول اسماء مش هقول تفاصيل، بس يعني الوضع بكره ممكن يبقى افضل شويه نسبيا من ماتش المحله. في كذا اسم راجعين بكره ان شاء الله، ويبقوا جاهزين يرجعوا يبتدوا وما يبتدوش، ده قرار كابتن سامي قمصان، مستر سامي قمصان كنت هقول لك. يمشي والله. شايف الماتش بكره ازاي، وشايف المواجهه بين الاهلي وبيراميدز ازاي؟ طيب انا مبدئيا حته الغيابات في النادي الاهلي من وقت ما اشتغلت في النادي الاهلي، ومن قبل انا ما اشتغلت في النادي الاهلي، ومن بعد ما اشتغلت في النادي الاهلي، ما بتتعملهاش حساب جوه التيم، بره الحساب، ما بتتعملهاش حساب جوه التيم. المدرب بيبقى بيقول 1 2 3 4 وبيقول للميديا عندي غيابات كذا 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 في اوضه اللبس، سين اللي هيلعب زيه صاد، الف زي ب، جيم زي ح، كله شبه بعض. ليه؟ لانه انت بتلعب في النادي الاهلي وبتلبس التيشيرت بتاع النادي الاهلي. أيوه. فانت وانس انك لبست التيشيرت بتاع النادي الاهلي، خلاص بقيت تقدر تلعب قدام سين وصاد وعين وجيم وتكسبهم، والعادي الطبيعي بتاع في الفاصل كابتن مجدي قال لي جمله عجبتني جدا، قال لي ما تديش شماعه الخساره للعيب الكره قبل. طبعا طبعا. أيوه. اوعى تدي عموما، يعني في العموم طبعا ما تديش شماعه الخساره لاي حد بيشتغل معاك، لانه هو اول واحد هيستعملها ويعلق عليها كل اللي لبسه. ايوه. مش الجاكيت بتاعه بس، هيجيب كل اللبس اللي في الدولاب يعلقه على الشماعه دي. فاحنا مش عاوزين ده، لانه مش موجود. ايوه. والاهلي الحقيقه مش يمكن يعني طول عمرنا بنقول، لما بنقول اهلي بمن حضر، لما بنقول 11 راجل في الملعب. انا هسالك سؤال، النادي الاهلي الكم الهائل فوق ال 100 تايتلز دول عشان ايه؟ منين جايين؟ منين؟ ما هو جايين من هنا. ما هم جايين من هنا. لا، في كل البطولات دي ما كانش فيه سيزونز نفس ما احنا في ايامنا، كان نفس القصه دي. أيوه. كنا فرق 13 بونت وما كانش فيه دوري، وكان بعيد الدوري، وكان في ناس بتتعور ورجعنا وتدخل وترجع وتاخد البطوله. فالموضوع مش الموضوع عادي جدا بالنسبه لنا. المنافس منافس محترم جدا جدا جدا، هقول لك كلمتين قالهم لنا فايسا بسبب حاجه زي كده، بس كان في ماتش منتخب رايحين نلعب تونس، فقال لنا منتخب تونس منتخب محترم جدا، نقطه ومن اول السطر انتهى على كده، احنا مصر. احنا مصر رحنا هناك نبقى ليدنج واحد وهم يتعادلوا، احنا ليدنج اتنين وهم يتعادلوا. فانت لازم تشتغل بالمنتاليتي دي. انت النادي الاهلي، انت النادي الاهلي، هتلاعب مين؟ هتلاعب بيراميدز، هتلاعب الزمالك، هتلاعب اي حد تاني، هو لازم يبقى رد فعل بتاعه. ايوه. رد الفعل يبقى هو. هل تتوقع انه الاهلي يغير في الطريقه، يغير في اسلوبه، في التكتيك، في مواجهه بيراميدز عن الماتشات الاخيره اللي لعبها، سواء محله سواء زمان؟ تشوف الشوط الاول حقيقه كان اكتر من رائع، يعني تحفظ الجمهور كله على الشوط الثاني. وده اللي انا بتكلم فيه، عندنا الفرصه اكسب واحد واثنين وثلاثه واربعه، ما استناش. فهو تيم النادي الاهلي هيبقى جاهز انه هيشتغل. سامي اكيد عنده بعض التغريات في الخططيه، ده اجباري بين بيراميدز والمحله. اكيد في فروق، فهو هيشتغل عليها. الفروق دي ممكن تخلي حد من اللي انت قلت عليه ممكن يبدا الماتش اللي هم راجعين، وممكن تخليهم لا في الـ في الـ في الشوط الثاني يستعملهم. انما في العموم استراتيجيه النادي الاهلي كلها هتبقى علشان في النهايه ياخد الثلاثه بونت. ايوه. ايه الصعب في ماتش بكره؟ يعني ما اجي اذاكر بيراميدز كده في الفتره الاخيره، ابص على الفرقه ويمكن ما عندهاش غيابات، اعتقد اغلب العناصر الاساسيه موجوده، دوافع موجوده، فريق اتصرف عليه كتير في السنوات الاخيره ومش قادر ياخد بطوله، فبالتالي ما عندوش فرصه انسب من يعني الدوافع اللي موجوده معاه في البطوله دي تحديدا، وفي ماتش الاهلي بكره كبيره جدا. ايه الصعوبات اللي شايفها في ال 90 دقيقه، وازاي تتعامل معاها من وجهه نظرك، خصوصا انها ماتش كاس مش ماتش دوري، يعني لابد الماتش ينتهي بفوز طرف من الطرفين. انا بعتقد ان الصعوبه بتاعت الماتش ده في الظروف بتاعت الماتش، مش في الماتش نفسه، مش في التسعين في الظروف دقيقة. في الظروف المحيطه بالفرقه الفتره اللي فاتت، اللي هو اكسب جول وبعدين اتعادل وبعدين يجي فيها جول التاني وبعدين اتعادل وبعدين اكسب جول وبعدين اتعادل وبعدين اكسب، فهي دي
في الظروف الطبيعية أنت آخر ماتش كسبان البيراميدز 3 ومقدم مباراة ولا أروع. من فترة. أيوه. عشان كده بقول لك صعوبة المباراة دلوقتي في الظروف المحيطة اللي أنت خارج منها دلوقتي واللي كانت محيطة بيك. دي درجات الصعوبة بتاعتي أنا. أيوه. اللي أنا شايفها كمجدي. إنما التيم كتيم إن شاء الله بإذن الله قادر على إنه يشتغل قدام التيم بتاع بيراميدز بأي سكواد هينزل بيه، بأي تيم هيلعبها النادي الأهلي، أي تيم 11 هيشتغلوا من الموجودين دلوقتي في التيم اللي موجود دلوقتي هيقدر ينفذ الاستراتيجية بتاعت سامي قمصان، اللي هي بار تاني هقولها تاني، اللي هو النادي الأهلي نازل قدام بيراميدز عشان ياخد 3 بونت. طبيعي جدا، لأن أنا تحت الناس في البونت، أنا عندي فروق ماتشات، إنما لازم الماتش ده مع المنافس من المنافسين الرئيسيين اللي لازم أكسبه طبعا طبعا.